ومع تزايد السحب الركامية على المناطق الشمالية والشرقية من الدولة، سقطت اليوم أمطار غزيرة ومتوسطة وخفيفة على مناطق متفرقة شرقا على العين، في الساد والفقع وناهل، وعلى طريق ناهل والفوعة، وغزيرة مع برد على الهير وملاقط، ومتوسطة على أم غافة وخطم الشكلة، مع رياح نشطة السرعة وصلت سرعتها إلى 40 كيلو مترا في الساعة. ودعا المركز الوطني للأرصاد إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار الغزيرة والرياح القوية الهابطة من السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية، والتي قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، كما دعا إلى تجنب البقاء في أماكن تجمع المياه. ويتوقع المركز الوطني استمرار سقوط الأمطار المتفرقة خلال الأيام المقبلة، وذلك مع استمرار توفر الفرصة لتشكل السحب الركامية. وقد استمر طقس اليوم الجمعة صحوا إلى غائم جزئيا وغائم أحيانا، مع تكون السحب الركامية المصحوبة بسقوط أمطار شرقا وشمالا بعد الظهر. ووفقا للمركز الوطني للأرصاد، تتكون في مثل هذا الوقت من شهر أغسطس السحب الركامية على المناطق الشرقية من الدولة بسبب تدفق الكتل الهوائية الرطبة من الشرق، ومع وجود الجبال الشرقية وارتفاع درجات الحرارة تتطور السحب الركامية الممطرة في فترات ما بعد الظهر، ثم تتحرك باتجاه المناطق الداخلية. وهذه اللقطات من تصوير فريق مركز العاصفة.